طب احنا كده يا جماعه ان شاء الله هنبتدي تصوير امتى؟ لا بالنسبه للموضوع ده مع حسام هو اللي هيعمل الجدول. ما تقول يا عم حسام انا لسه شغال على الجدول بس انا مستني بس من الاستاذ حساني يبعت لي النسخه المعدله. نخلص بس قعدتنا واقعد معاك وخلص لك الكلام كله. تمام جدا. طب انا محتاج اعرف بقى من الباشمهندسه نادين الديكورات اللي اتفقنا عليها هتتبني امتى؟ حاضر اوكي بس هو انا يعني مستنيه الانتاج يوفر لي شويه حاجات علشان اقدر انزل اعمل معاينه. طب يا باشمهندسه من بدري ما قلتيش ليه؟ احنا في عرض يوم. ايه يا نادين هو انا مش قايل لك اي حاجه تعطل قدامك قولي لي وانا اظبطها. استاذ على فكره انا نفسي لما برمي حاجات على الانتاج بيرموها على قسم تاني. انا مش عايزكم تقلقوا انا اظبط كل حاجه مع الاستاذ ونخلصها في الوقت. انا اللي فاهمه ان هي جايبه لك فسحنا كلبه. مش فاضيالنا بقى يا سيدي. عيال عجبكم كل مكان؟ المكان برضو ولا صاحب المكان الصايع اللي انت واقفه معاه؟ صايع انا ما تتلمي قش في ايه والله ده فارس عادي. فارس عادي؟ لا بتكلم بجد. واحد صاحبي هويدا ويحيى عرفوني عليه. اصلا يا جماعه دشكم في الرحلات وهيعملوا مشروع كام سوا. والله يحيى وهويدا اللي عرفنا بيهم برحلاتهم بسحرتهم فروسها. ما تتلمي يا نور بجد في ايه؟ ما تقول لهم يا جايدة الثابته ليه؟ هقول لهم حاضر. ماشي ما جاتش فرصه في ايه مالكو؟ طيب يا جماعه واضح بقى ان كل واحده فينا كده ما جاتش فرصه ان هي تحكي حاجه فلازم نتلم ونحكي كل حاجه عشان ما بقاش قاعد انا على وداني كده. ثانيه واحده اتفضلي انا ما عنديش اي حاجه اصلا اخبيها. طب ايه لك يعني انا كل حاجه